السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة أخبارية الثامنة والتي نستهلها بما يلي. تواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة. والجالية الوطنية ببرلين تؤكد أهمية المشاركة في الاستحقاق للمساهمة في مسار البناء. ومتابعة للمشاريع التنموية الكبرى، الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس مكسب قاعدي هام، والطريق الاجتنابي المزدوج الرابط بين الوادي وجمار شريان وصل ونبض تنمية. ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي تجربة ناجحة لزراعة عباد الشمس بشلف. ومن معسكر إنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية قيمة اقتصادية ومردودية فلاحية. حصص ومجمعات سكنية بمختلف السياق تدعم الحظيرة السكنية بولايتي تلمسان والمدية وسط فرحة المستفيدين وارتياحهم. وعلى مشارف الشهر العاشر من حرب الإبادة على غزة تواصل المجازر الصهيونية المروعة، والتلفزيون يرافق جهود بعثة الأطباء الجزائريين في إنقاذ الأرواح بمستشفيات غزة. ومع نفحات عيد الاستقلال مسرح الكازيف ينبض مجدا وفخرا بلوحة فنية استعراضية تحاكي محطات خالدة من تاريخ الأمة المجيدة. أهلا بكم. تحتفل الجزائر اليوم على غرار الأمة العربية والإسلامية بغرة محرم للعام الهجري الجديد 1446. وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون هنأ الشعب الجزائري داخل الوطن وخارجه وكل الأمة العربية والإسلامية داعيا الله أن يعيده علينا، والجزائر ترفل في كنف الاستقرار والأمن والازدهار. رأس السنة الهجرية تأريخ لمحطة هامة في مسيرة الدعوة المحمدية التي تحمل رسالة للإنسانية جمعاء. عواطف عيشاوي تقف بنا على عتبة العام الهجري الجديد. شهر محرم أحد الأشهر الأربع الحرم وبداية سنة هجرية تؤرخ لمحطة بارزة في تاريخ الأمة الإسلامية التي أسسها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة المنورة مع أصحابه لنشر الدعوة الإسلامية خارج حدودهما. تاريخ الهجري هو مرتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة. كذلك في هذا الشهر مرتبط كذلك بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرتبط كذلك بنصر الله سبحانه وتعالى لنبيه وكليمه موسى عليه السلام. شرف الله تعالى هذا الشهر من بين سائر الشهور فسمي بشهر الله المحرم، وهو أفضل شهر للصيام والقيام بعد شهر رمضان، وفيه يتضاعف الأجر وتستجاب الدعوات. أمرنا الله سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكذلك مرتبط هذا الشهر بكثير من الأحداث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا شهر محرم بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين هو شهر عظيم، والأول منه والعشر الأوائل منه أكثر تعظيما وتقديسا لنا نحن معشر المسلمين. أيامه خير الأيام، ولذلك على الناس أن يصوموه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا من الحرم، صم من الحرم واترك. المسلمون عليهم أن يهتموا بهذا التاريخ وأن يضعونه في حسبانهم، لأنه هو الذي يميزهم عن غيرهم. المناسبة يحتفل بها المسلمون في بقاع العالم تعظيما لشعائر الله، راجين من العزيز القدير أن يوحد صفوف المسلمين وينصر إخوانهم في فلسطين
مثلما انتصر المؤمنون من قبل. هذا وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن نصاب الزكاة للعام الهجري 1445 قد قدر بمليون دينار جزائري و105 ألف دينار، وهو ما يمثل قيمة 20 دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن 85 جراما، وعليه يجب إخراج ربع العشر، أي ما يمثل 2.5% من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه، وحال عليه الحول من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها. وإحياء لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة وتوزيعها، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضع تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة من أجل دفع زكواتهم مباشرة فيها أو باستخدام تقنية التحويل الإلكتروني عبر الخدمة الإلكترونية بريدي موب لضمان تحصيلها وإيصالها لمستحقيها وفق المصارف الشرعية. تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة، تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات، حيث ارتفع عدد الراغبين في الترشح إلى 34 راغبا من الأحرار والأحزاب السياسية. هذا وتؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن خلايا المصادقة على استمارة التوقيعات الفردية تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة وأيام العطل من 8 صباحا إلى 10 ليلا. أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسان شريف في لقاء خصص لإعلان ترشحه لرئاسية 7 سبتمبر المقبل، أكد أن الاستحقاق يعد فرصة للعمل من أجل ترقية الممارسة السياسية ومحاربة جميع الأساليب الرامية إلى زرع اليأس في أوساط المجتمع. قدرنا أن نكون مشاركين في هذه الانتخابات، مشاركين من خلال الترشح والتنافس على أول منصب في البلاد، ألا هو منصب رئاسة الجمهورية. لماذا؟ لأننا نعتبر أن هذه الانتخابات هي فرصة لجعل هذا الاستحقاق استحقاق الدولة ووطن وشعب، يتجاوز اهتمام السلطة ويتجاوز إرادة الأحزاب ويتجاوز طموح الأشخاص، ويواكب التأثيرات والظروف الإقليمية التي سبق وأن تكلمنا عليها، وأن نجعل من هذا الاستحقاق استحقاقا وطنيا. مشاركتنا فيه اعتبرناها واجب وطني. وبسفارة الجزائر بالعاصمة الألمانية برلين، أكد أفراد الجالية الوطنية أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي للمساهمة في مسار البناء في الجزائر الوطن الأم. خالد حج جلالي. هنا تحت سماء العاصمة برلين تسطح هذه البراءة اعتزازا بالانتماء للوطن. لوحة فنية رفعها أطفال الجالية الجزائرية تعبيرا عن اعتزازهم وفخرهم بالوطن الأم، أحياء لذكرى عيدي الاستقلال والشباب. مناسبة تهدف من خلالها السفارة الجزائرية هنا بألمانيا إلى تلاحم الأجيال وبحث روح المواطنة من مختلف الفعاليات الرياضية والثقافية. اليوم نلتقي في برلين وهي العاصمة الألمانية بحضور ممثلين عن كافة الجالية الجزائرية المتواجدة في المقاطعات الألمانية، كما تشاهدون فيه حضور كبير وتجاوب كذلك من طرف أفراد الجالية بمختلف فئاتها العمرية. تعزيز الروابط بين أبناء الوطن الواحد في مثل هكذا فعاليات مناسبة أيضا لترسيخ قيم المواطنة من خلال المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، واجب وطني يسهر على تلقينه السفير الجزائري ببرلين للأجيال. شوف الانتخابات هذه إن شاء الله راح تكون تاريخية، الحاجة الأولى للعالم باش نبينوا للعالم باللي الجالية الجزائرية وقفة مور رئيسها ودولتها والسلطات تاعها. يعني الجالية الجزائرية خاصة في ألمانيا اللي عندي 32 سنة فيها أنايا، راني نشوف باللي الجالية الجزائرية هذه المرة حبوا في الانتخابات هذو يكونوا
بقوة لكي العالم ينظر نظرة تاع الجزائريين حول بلادهم. فرحة كبيرة في برلين، يعني بعيد من الجزائر ورانا اون اون تران فيتي لانديبوندونس تاع الجزائر، لكل جزائري يعني مهمة جدا. أنا حاضرين إن شاء الله الانتخابات يوم 7 سبتمبر، إن شاء الله أنا يد وحدة بإذن الله. تحية الجزائر. اليوم كان مميزا جدا بحضور الجالية الجزائرية الموجودة بألمانيا من جميع نواحي ألمانيا. الانتخابات الجزائرية بالنسبة لي كجزائرية كمواطنة جزائرية رغم الغربة ورغم 34 سنة بألمانيا، يعني أنا يعني واجب وطني. هذا كل اللي رانا نديرو فيه راه بوغ البلاد، وماذا بكم كاع اللي جان اللي عايشين زعما في ليتخونجي ولا حاجة يروحوا يمدوا الصوت نتاعهم باش بلادنا تزيد تافونسي وتزيد تتقدم. التظاهرة عكست عمق الانتماء لدى الجالية الجزائرية بألمانيا في مشهد جسد تلاحم الأجيال وقيم المواطنة لجزائر تسكن قلوب أبنائها أينما حلوا، وكلهم استعداد للمساهمة في مسيرة بناء الوطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل نشرتنا ونعود إلى جزائر الإنجازات التي هي ماضية في إرساء قواعدها التنموية المتينة من خلال تعزيز بنيتها التحتية في مختلف القطاعات. وعصب التنمية شبكة طرقات واسعة تضمن الانسيابية وتفعل الحركية التجارية.
الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس مكسب قاعدي هام من شأنه فتح أفاق تنموية واعدة وفك الخناق المروري الذي تشهده المدينة لا سيما خلال موسم الاصطياف. آسيا غريب. بمقاييس ومواصفات عالمية تم إنجاز المحور الرئيسي من الطريق الاجتنابي بمدينة بومرداس بعد دخوله حيز الخدمة. هذه المنشأة الفنية العملاقة تمتد على مسافة 10 كيلومترات تربط الطريقين الوطنيين 25 إلى غاية الصغيرات، كما يربط جميع البلديات والدوائر الساحلية بالجهة الشرقية إلى غاية البويرات زيوز والجزائر العاصمة، ومنه إلى الطريق السير شرق غرب. سهل بزاف، أبوك عندك 5 دقائق لك في زموري، كنت نضرب جوج سوايع في الطريق، نظرك لا 5 دقائق راني في زموري. تقطعني الطريق وتسهلني في المشية، تسهلني في المشية وتسهلني في الخدمة. صافي ايه واليوم راح نضرب جوج سوايع من 5 دقائق انا في زموري صافي على الخدمه ما طولش. الطريق هذه تسهلنا بزاف، خير من اللي مثلا في الصيف اللي فات يعني ما تجي تفوتي فو 2 اور ولا بور باسي فوالا. وين كنت تجوز قبل تفتح؟ كنت نجي الاخرى لونسيان روت، هذيك لونسيان روت اي سي تان كالفيرا سيتو اون ايتي، خاطر الناس كل يجوا للبحر دونك فريمون سي ان بروبليم. اول مره اللي نزوز عليها الطريق، حتى كليون هذا قال لي ودي كاينه طريقه راهي لوطرود مفتوحه، طريق مفتوحه من العجل واسمه بومرداس للزموري، طريق لوطرود فتحوها جديده صافي بليزير. هذه الله يبارك ما شاء الله تنقص، شوفي تنقص على السيكيلاسيون، تنقص على ليزاكسيدون، تسهل الناس امورهم الاشغال تاعهم. الطريق سيمكن من استحداث ديناميكية تنموية اقتصادية وسياحية بالولاية، كما سيعمل على تسهيل حركة دخول وخروج المصطفين والسياح الذين يقصدون الواجهة البحرية التي تعرف كثافة مرورية عالية خاصة في أوقات الذروة، على غرار كاب جنات، زموري، دلس والصغيرات. منشآت فنية كبرى وثلاثة محاولات رئيسية تكفلت بإنجازها مؤسسات وطنية وبسواعد جزائرية من خريجي الجامعات والمعاهد العليا. هذا الطريق الذي يعد مكسب جديد للمنشآت القاعدية لوزارة الأشغال العمومية وللقطاع ككل، يساهم بشكل كبير في تبادل في ضمان سلامة وأمن مستعملي الطريق وكذا ربح الوقت، ويساهم في سيولة حركة المرور خاصة الوافدين من وإلى ولاية بومرداس المدينة الساحلية. بهذا الإنجاز يمكن تجنب الاكتضاد المروري والنقطة السوداء التي كانت تعرفها مدخل مدينة بومرداس، وبالتالي تسهيل حركة مرور مستعملي هذا الطريق. من جهة أخرى يساهم بشكل كبير في إنعاش النشاطات الاقتصادية وكذا السياحية لهذه المنطقة وجلب المستثمرين من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية للولاية وللوطن. عدة مشاريع قاعدية مبرمجة في قانون المالية لسنة 24 تم تسليمها في آجالها المحددة في انتظار إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 الذي يربط خميس الخشنة بحدود ولاية البليدة على مسافة 9 كيلومترات. ولربط ولاية الوادي الحدودية بالمدن الشمالية داخل الطريق الاجتنابي المزدوج الوادي جمار حيز الخدمة المكسب القاعدي الذي من شأنه تحقيق ديناميكية تنموية جديدة سيسهم أيضا في الحد من حوادث المرور وتسهيل حركة التنقل. محمد العيد البيهي.
هو طريق جديد اجتنابي ومزدوج بالوادي يربط عاصمة الولاية مرورا بتغزوت وقمار بمدن الشمال. مشروع دخل حيز الخدمة من شأنه فك العزلة والاختناق المروري وتسهيل حركة السير للمواطنين. هاي الطريق هذا معناتها بكري نتمنوا احنا ان شاء الله في الطرق المزدوجه كيما هكا باش نحنوا كومبرومون ونيفيتوا لي زاكسيدون وكل شيء. بالحكم راهي منطقه تجاريه الحمد لله هكا الطريق راهي توسع علينا وتحسن لنا حركه المرور والشاحنات ما عادش تدخل قمار في الكومبرومون. طبنا من الدودان وطبنا من تحكيك تاع الطنوبيلات مع الكماين والحمد لله رب العالمين. بالنسبه للطريق الحمد لله فتحت الطريق ونقصت على المسافه تاع بين الواد وقمار. وتمنى إن شاء الله خير للبلاد إن شاء الله. هكذا تصبح الرحلة عبر هذا الإنجاز من مدينة الوادي إلى مناطق الوصول بالشمال بدون تعقيدات عبر مخرج المدينة. وضع حيز الخدمة هذا الطريق الاجتنابي لبلديات كوينين وتغزوت وقمار الذي سيصل من الجامعة إلى غاية نهاية بلدية قمار بما يسهل حركة المرور خاصة تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 48 ويضمن كذلك سرعة التنقل وانتقاص من الاختناق المروري الذي كان مسجل على الطريق الوطني رقم 48. مشروع بدخوله حيز الخدمة سيمكن من توفير تدفق وانسيابية أكثر لحركة المرور من وإلى هذه الولاية الحدودية مانحا لمستعملي هذا الإنجاز مزيدا من السلامة والراحة. وضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي تحرص الدولة على تنويع منتوجاتها لتثمين استثماراتها الفلاحية وتثمينا للصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية يتجه فلاحو ولاية شلف نحو تطوير وتوسيع زراعة عباد الشمس الموجه لصناعة زيوت المائدة ومنه تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة. كريمة الأشمط. بآفاق واعدة في زراعة دوار الشمس أول تجربة لها بولاية شلف تجد لنفسها تربة خصبة بدائرة الكريمية معلنة نجاحها بعد أشهر قليلة من تبنيها بأزهار باسقة يانعة. مع أول تجربة نقدر نقولوا ناجحة. الإنتاج هكذا على حسب ما نشوفه من على أموا ولا أموا إيكاك. كسب التحدي كفلته الدولة دعما ومرافقة وعكفت على تجسيده ميدانيا المصالح الفلاحية عبر فرق تقنية مرافقة ومرشدة. المصالح تاعنا تقوم من بداية تحضير التربة تقوم بالمرافقة تاع هذا الفلاح في كل يعني الاحتياجات تاعه وفي كل تطبيقا للبطاقة التقنية لهذا الشعبة. ولوج الشاب خير الدين إلى عالم زراعة دوار الشمس لم يكن صدفة بل جاء بعد تكوين وتأطير متكامل فكان له في ضمان عملية تلقيح شاملة للحقل جلب صناديق للنحل ضمن عملية إنتاجية مزدوجة متبادلة. العملية نقوم بها هنا يعني كما نقول نحاول نحل لهنا جبنا الجهة هذه باش يرعى كما نقول في الدوار هذا عباد الشمس فيه الرحيق على الجواية نمطو غذاء للنحل وروندمو تاع عسل وثانيك للنبته ثانيك من تلقح مصادر نقولوا احنا الزريعه اللي كانت النبته هذيك تخرج لنا 50% ولا مع النحل كامل التلقيح تاعها كامل تعطينا 100% زهر نمو كامل. هي زراعه ببعد استراتيجي متعدد الجوانب فلاحيا بكسب تربه صالحه لزراعه منتجات مغايره بعد حصاد المحصول واقتصاديا بتحقيق انتاج لزيت المائده والعسل إنتاجا محليا ذي جودة في أرضية خصبة مراهنة على سدادة رؤية الدولة لشعبة زراعة دوار الشمس المستقبل الواعد. ومن مقومات التوجه الاقتصادي الجديد تثمين نفايات واستعمالها في قطاعات منتجة أخرى على غرار الفلاحة مثلا بهدف تحسين الانتاج ورفع المردودية. ثمينة اليوم تسلط الضوء على مؤسسة تدوير النفايات الخضراء بمعسكر التي نجحت في انتاج الأسمدة العضوية الطبيعية بعدما كانت تكبد الدولة أرقام ضخمة بالعملة الصعبة. ملك الرحمن. بعدما كانت الجزائر في السنوات السابقة تستورد هذه الأسمدة الطبيعية من الخارج أصبحت اليوم وبفضل سواعد شبابها تنتج هذه الأسمدة الطبيعية محليا رافعة بذلك نسبة الإنتاج ومقلصة لفاتورة الاستيراد.
هو منتوج من السماد العضوي صنع محلي 100% بمنطقة مطمور، وهو يجسد إرادة الشباب في الانطلاق من مجرد فكرة إلى مشروع مذر للثروة. نتبعوا درجة الحرارة، نتبعوا درجة الرطوبة، نتبعوا البي اش، نتبعوا ونقوم بسقيها، السقي اللي يكون بشكل يومي، عندنا مدة تاع 45 يوم. ولاية معسكر هي ولاية فلاحية بامتياز، والسياسة تاع الدولة راك عارف الفلاحة هي من أولويات الأولويات لتحقيق المنتوج يعني محلي يضاهي المنتوجات الخارجية. تجلب المواد العضوية الغنية بالكربون من مخلفات الحيوانات وبقايا الخضر، وبعد ذلك يتم تحضيرها لتصبح سمادا طبيعيا خال من المواد الكيميائية. نخرج على 4 تاع الصباح، نروحوا للسوق الأسبوعية تاع تغنيف، ندخل السوق تاع الخضر والفواكه، نلموا كاع الخضرة، كاع ندوروا عليها من الدلاع، من الديسام الخوخ، من المشماش. نقوم بغربلة السماد العضوي واللي هي تسمى المرحلة الأخيرة، فيها من بعدها ندوا السماد هذا تاعنا نوضعوه في الاكياس الجاهزه. هكذا اصبحت النفايه بفضل التكنولوجيا الحديثه مصدرا مهما للزراعه الصحيه، بعدما كانت مهمه التخلص منها مشكلا ولسنوات طويله. ولأن ضمان العيش الكريم للمواطن أولوية الأولويات، تتواصل عملية توزيع المساكن عبر الوطن، حيث استفادت ولاية تلمسان من أزيد من 2700 وحدة سكنية من مختلف الصيغ يتم توزيعها على مستحقها وسط أجواء مميزة من الفرحة والارتياح. أمين مسعود. وهو جالس على كرسيه المتحرك انتظر فوزي بفارغ الصبر لحظة المنادات لتسلم مقرر استفادته من إعانة سكن ريفية. أعيش في ظروف صعبة، كنت أسكن في السكن العائلي، وأنا أب ومتزوج أب لطفل، وكما يقولوا ظروف شوية صعبة، والحمد لله الحمد لله أنا فرحان الحمد لله. بعد معاناة طويلة 9 سنوات الحمد لله الآن رانا استفادينا، والمجد والخلود شهدائنا الأبرار وتحيا الجزائر. والحمد لله الدولة جات شافت وضربت نظرة علينا، والحمد لله راهم ساعدونا وعاونونا، وربي يفرج علينا إن شاء الله. فوزي واحد من 2750 مستفيدا من سكنات لائقة بمختلف الصيغ سلمت مفاتيحها لمستحقيها. هذه الإعانات تخص عدة أنماط من سكنات، منها 440 سكن اجتماعي، أكثر من 2000 إعانة للسكن الريفي، 210 سكن ألبيا من نوع ألبيا المدعم، وكذلك 110 سكن من تخصيصات اجتماعية لوتيسمون سوسيو. أزيد من 2700 سكن بمختلف الصيغ منتظر توزيعها خلال السداس الثاني من السنة الجارية بولاية تلمسان. ومجمعات سكنية لائقة وعصرية تضم 5500 وحدة بمختلف الصيغ بولاية المدية وزعت وسط فرحة المستفيدين. إكرام قضي. فرحة عارمة عاشتها هذه العائلة بعد تسلمها مفاتيح مسكنها بولاية المدية. الحمد لله يا ربي 20 سنة ونسنى فيها، ما تبقعيش واش تسنى بهذا النهار. الحمد لله وفرحت، ما كذبش عليك فرحت أنا ووليداتي مولا بيتي. الحمد لله يا ربي، ربي يفرحكم إن شاء الله وربي يخلينا رئيسنا. والفرحة هذه اللي راني فرحة ما نقدرش نوصفها لك كيفاش. الحمد لله كيف رجع لنا ربي ولم عائلتي ولم وليداتي وبابا ويما، والحمد لله اللي مستفدت من سكن عندي أكثر 20 سنة. 20 سنة وأنا نستنى في الاستفادة هذه، واليوم الحمد لله. الوحدات السكنية هذه مدمجة وتتوفر على كل المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطن من مساحات خضراء، ملاعب ومدارس. برمجنا توزيع 5500 وحدة سكنية، 912 سكن عمومي إيجاري موزع على 19 بلدية، 667 سكن ترقوي مدعم موزع على 9 بلديات، وأكثر من 3800 إعانة ريفية و120 تجزئة اجتماعية موزعة تقريبا على كافة بلدية الولاية.
ليصل تعداد ما تم توزيعه خلال الخماسي الحالي إلى 35673 وحدة سكنية، أين كانت الحصة الأكبر للسكن العمومي الإيجاري بأكثر من 15000 سكن عمومي إيجاري. برنامج الجاري إنجازه إن شاء الله الذي يقدر بأكثر من 12500 سكن سيمكننا من التكفل بعدد أكبر من المحتاجين لمختلف الصيغ. مجمعات سكنية تعكس التزام الدولة بضمان مشاريع متكاملة تكفل العيش الكريم للمواطن الجزائري. حسب آخر بيان لوكالة عدل، تم فتح منصة التسجيل في برنامج عدل 3 لليوم الثالث على التوالي منذ 8 صباحا إلى غاية 6 مساء، حيث بلغ عدد المسجلين 510817 مكتتبا عبر كامل التراب الوطني. وتعلم وزارة السكن والعمران والمدينة جميع المواطنين أن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل في برنامج عدل 3 يوم غد الاثنين في الفترة الزمنية نفسها، وتستمر العملية حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل في هذه الصيغة السكنية. مرافقة والطلبة الجامعيين والمتربصين المكونين على مستوى معاهد التكوين ومختلف مراكز التطوير المقاولاتية بالجامعات عبر الوطن، ثم تمويلهم لاستحداث مؤسسات مصغرة منتجة وفارقة في النسيج الاقتصادي الوطني، هي المهام الجديدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. المتابعة لوداد زردوم. الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية نصدى، تسمية جديدة لوكالة دعم وتشغيل الشباب سابقا، وكالة هدفها الارتقاء بتطلعات الشباب ومرافقتهم في استحداث وتطوير مؤسساتهم المصغرة، مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب النقائص والاختلالات التي كانت في الصيغة القديمة لتفاتها. قمنا تحت إشراف الوزارة الوصية بإعادة النظر في طريقة العمل وطريقة حوكمة الوكالة ونظام هيكلها. من هذا المنطلق تم التحول إلى نصدى كبديل لتصويب مسار الوكالة من أجل أن تؤدي الدور الذي أنشئت من أجله، ألا وهو خلق وتطوير مؤسسات مصغرة قادرة على المساهمة بشكل فعال وفعلي في تنويع الاقتصاد الوطني. وكالة نصدى لا يقتصر عملها على تمويل المشاريع فحسب، بل توجهت إلى تكوين حاملي المشاريع من الطلبة الجامعيين وخريجي معاهد التكوين من خلال دورات تكوينية فعالة وفعلية تمكنهم من الريادة في مجالهم. درنا تكوين في CDU اللي هي تكوين على المقاولاتية، يعلمنا هنا الطلبة كيفاش يعني نروحوا من الدراسة التجريبية إلى الأرض الواقع، كيفاش يعني نقدر يعني نقيموا الفكرة تاعنا هل تنجح ولا ما تنجحش يعني قبل من نفيستيو فيها. لقينا فيها دي موجول يعني ما قريتهمش انا في الماستر تاعي، باغ اكزومبل دي موجول اون فيسكاليتي ولا تاع الفينونس ولا، وجابونا مستشارين اللي قاموا بدعمنا في هذه الدورة. كان لي الشرف أني شاركت في الدورة الثانية في مركز تطوير المقاولاتية بغرض أني نستفاد من الدعم المالي وباش ننشأ المؤسسة المصغرة تاعي. احنا في الوكالة راح نخدمه بمقاربة اقتصادية 100%، معناتها الأفكار إذا كانت مجسدة وبالورا مليح وفي مخطط أعمال بدون شك راح يتحصل على التمويل تاعو على المرافقة تاعو حتى بعد إنشاء المؤسسة. ولطلبة وخريجي معاهد التكوين منصة رقمية من أجل الاستفادة من المزايا التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والتعرف على آلية التمويل التي توفرها. على ضوء مقاربة قارية قائمة على الموازنة التنموية داخل وبين البلدان الأفريقية، تتواصل أشغال مشروع الألياف البصرية العابرة للصحراء، حيث انطلقت اليوم بالجزائر أشغال الدورة الخامسة للجنة الربط للوصلة المحورية بحضور ممثلي الدول الأعضاء. مشروع ضخم سيحرر إبداع شباب القارة السمراء، يقول ملك درحمون.
العمل على الوصول إلى اقتصاد رقمي يدعم مبادرات التكامل بين اقتصاديات الدول المجاورة، هدف تسعى الجزائر إلى تحقيقه رفقة دول الساحل. والدورة الخامسة كانت فرصة لاستعراض ما وصلت إليه مختلف الدول الأعضاء. لقد أتينا اليوم للقمة الخامسة، وهذه المنظمة جد مهمة لبلداننا. إنه ليس لدينا واجهة بحرية، وخاصة بلدي تشاد، ومن خلال دورة الربط هذه الجزائر تقدم لنا خدمة هامة. لقد كان لنا شرف القدوم إلى الجزائر لإمضاء عقد استراتيجي بين الجزائر للاتصالات والنيجر للاتصالات. هذه الشراكة ستمكن البلدين من الربط بالألياف البصرية، وهي جد مهمة بالنسبة لنا. مشروع سيسهم في التقليل من اختلالات التنمية بين الدول الإفريقية وداخلها، كما سيشجع الابتكار بين أواسط الشباب الذين لم يكونوا موصولين بالإنترنت سابقا، وتمكينهم من تسويق منتجاتهم وخدماتهم في العالم. تنعقد اليوم الدورة الخامسة لهذه اللجنة في الجزائر العاصمة، وهذا بهدف التنسيق التقني للوقوف على مدى تقدم الأشغال في كل بلد من البلدان الأعضاء، وأيضا للتنسيق لتحديد مسارات الألياف المصرية التي ستربط بين كل دولة ودولة. قامت الدولة باستثمارات كبيرة، حيث أنجزنا إلى حد الساعة أكثر من 2600 كيلومتر من الألياف البصرية من الجزائر العاصمة إلى عين قزام، إلى إضافة إلى ذلك مد خط فرعي نحو تندوف. تتطلع البلدان المشاركة من خلال هذه الدورة إلى التنسيق ومتابعة الأشغال وفقا للمعايير الدولية، ولتحديد المسارات وفقا لما يخدم مصالح الدول الأعضاء. بمركز تجمع الفرق الوطنية الرياضية بفوكا بولاية تيبازا، نظم اليوم الهلال الأحمر الجزائري دورة تدريبية لفائدة فريق الاستجابة الوطني بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر. الدورة التي تدوم 7 أيام تهدف إلى تبادل الخبرات والتكوين في مختلف المحاور الخاصة بحرائق الغابات وإدارة الطوارئ الصحية والكوارث. فريق الاستجابة الوطني، واللي اخترنا أنه نعلن إنشاؤه مع ذكرى الاستقلال، عيد الاستقلال المجيد وعيد الشباب كذلك. هذا الفريق هو الفريق الأول، بما أنه نظرا لشساعة الوطن، بما أنه عندنا 58 ولاية، على الأقل لازم يكون عندنا شخص في كل ولاية يكون مؤهل أنه هو أصلا يزيد يكون لنا أشخاص آخرين بالنسبة للاستجابة. والفريق الوطني إحنا نتمنى يوصل عدد أعضاؤه إلى 200. دوليا، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة في يومه 75 بعد 200 بارتكاب مجازر جديدة ومروعة في حق الأبرياء، حيث شن طيران الاحتلال غارة جديدة على مدرسة تؤوي عددا كبيرا من العائلات النازحة غرب القطاع، أسفرت عن استشهاد أزيد من 20 فلسطينيا، كما تسبب في نشوب حريق بالمدرسة خلف دمارا هائلا في المنطقة المستهدفة. هذا وتم انتشال جثث 3 شهداء اتضح أنهم مكبلوا والأيدي أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم بعد الإفراج عنهم. وبالضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 16 مواطنا ببلدة سلواد شرق رام الله خلال عملية دهم وتفتيش واسعة طالت عددا كبيرا من منازل المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء. ووسط تواصل الاعتداءات الصهيونية الهمجية، يقف الأطباء الجزائريون جنبا إلى جنب مع إخوانهم الفلسطينيين بمستشفيات غزة، مسهمين في إنقاذ الأرواح وتضميد الجراح. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. أياد جزائرية تضمد جراح الفلسطينيين هي فحوى الصور التي تحصلنا عليها من داخل غرف العمليات شمال القطاع، فور أن تمكن الأطباء الجزائريون من الوصول إلى غزة وباشروا إجراء عشرات العمليات المعقدة والدقيقة للجرحى كإخراج شظية سكنت في جسد جريح منذ أشهر. وجدنا طبعا ظروف صعبة جدا، ظروف يعني في القطاع وخصوصا في الشمال صعبة جدا، نقص في
نقص في الأدوية، نقص في الطاقم الطبي. نأمل أن يعني نؤدي واجبنا يعني على أكمل وجه، وإن شاء الله ربنا ييسر الفرج لأهلنا وإخواننا. فهم 13 طبيبا من عدة تخصصات مختلفة يتشبثون في أمل أن يحيوا نفسا ويساهموا بعملهم الإنساني في إنقاذ الجرحى الفلسطينيين الذين ينتظرون منذ أشهر السماح لهم بالسفر، لكن الاحتلال حال دون ذلك وضاقت بهم السبل للعلاج وأصبح الموت أقرب إليهم من البقاء على قيد الحياة. ما يقوم به الوفد الطبي من مهام في هذه الفترة يعني فيه أمور مستعجلة مثل الإصابات التي تصل أو استعجالات طبية أخرى غير ليست لها علاقة بالحرب أو بالقصف، مثل أي استعجالات جراحية معروفة يعني كالتهابات في البنكرياس أو المرارة أو فتق أو شيء من هذا القبيل أو سقوط من على الرأس أو كسور. فالأطباء جاءوا ومعهم بعض المعدات الخاصة بالعمليات التي تفتقر إليها المستشفيات الفلسطينية المنهكة، ورسموا بأناملهم وبعقولهم وشجاعتهم طوق نجاة لأكثر من 20,000 جريح ومريض، وأحيوا الأمل في نفوسهم في إمكانية تلقيهم العلاج هنا في غزة وعلى أيدي من خاض أجدادهم ثورات ضد الاستعمار ودفعوا ضريبة الاستقلال. فالأطباء الجزائريون ذكروا العالم من جديد بمأساة آلاف المرضى والجرحى الفلسطينيين الذين يموتون ببطء داخل أروقة المستشفيات لحصار قطاع غزة ومنع الاحتلال دخول الأدوية والأجهزة اللازمة لعلاجهم. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. إلى فرنسا، حيث أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية تصدر تحالف الجبهة الشعبية الجديدة لأحزاب اليسار نتائج الجولة الثانية بتعداد ما بين 172 إلى 215 مقعدا في البرلمان الفرنسي، فيما حل الائتلاف الرئاسي ثانيا بما بين 150 إلى 180 مقعدا، متقدما على التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تحصل على ما بين 115 و150 مقعدا. ووفق هذه النتائج لن تستطيع أي من الكتل الثلاث الحصول على غالبية مطلقة في البرلمان. إلى أخبار الرياضة، وفي ألعاب القوى نجح العداء الجزائري جمال سجاتي في تسجيل أحسن توقيت في السنة وثالث أحسن توقيت في تاريخ مسافة 800 متر خلال ملتقى باريس بالدور الماسي، قاطعا المسافة في زمن قدره دقيقة واحدة و41 ثانية و56 جزءا من المئة، وهو رقم وطني جديد ونتيجة إيجابية للعداء سجاتي وألعاب القوى الجزائرية. ضبط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برنامج مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستنظم ما بين 21 ديسمبر و 18 جانفي 2026، وجاء البرنامج كالتالي: الجولتان الأولى والثانية ستلعبان ما بين 2 و10 سبتمبر، أما الجولتين الثالثة والرابعة فستجرى ما بين 7 و15 أكتوبر، فيما ستلعب الجولتان الأخيرتان 5 و6 ما بين 11 و19 من شهر نوفمبر 2024. في كرة القدم سيدات، توج نادي أقبو بلقب كأس الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية بعد فوزه اليوم على شباب الوزداد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب رويبة، وبهذا التتويج يحصد نادي أقبو ثلاثية تاريخية بعد تتويجه ببطولة الرابطة الوطنية وكأس الجزائر وكأس الرابطة.
ونختم نشاطنا بنفحات الاحتفاء بعيد الاستقلال، حيث عاش جمهور الكازيف على نبض المجد والافتخار من خلال عرض فني بلوحة استعراضية مبهرة حملت في ثناياها المحطات المشرفة من تاريخنا المجيد. حبيب مخلوف. والاعتزاز به هو ما ميز هذه اللوحة الفنية التي سافرت بالحضور في رحلة عبر الزمن، رحلة إلى عمق تاريخ عريق حافل بالتضحيات الجسام كتبه أجدادنا بدمائهم في سجلات من ذهب بعنوان الحرية. جينا اليوم احتفلنا بعيد الاستقلال 5 جويلية تاع بلادنا، وجازت سهرة فنية يعني شابة بزاف بمناسبة 5 جويلية بمناسبة استقلال الجزائر، وماذا بينا يكترون هذه العروض هدية. حضر الجمهور يعني بقوة، والجميل في ذلك هو تفاعل الجمهور مع اللوحات الفنية اللي كانت حاضرة على خشبة مسرح الكازيف. لا يمكن للجزائر في شهر ذكرى الاستقلال أن تنسى فلسطين، فقضيتها راسخة في قلوب الجزائريين، فما اجتماع كل هذه الطبوع إلا دليل على الزخم الثقافي لبلد الشهداء. حفل فيه رسالة للشعب الجزائري والشعوب كل، يعني من بداية الجزائر حتى يومنا هذا، رسالة لكل الجزائريين، رسالة السلام، رسالة الأمن الوطني، وإن شاء الله وصلت الرسالة للشعب الجزائري. بلد تاعنا تاريخ، يعني تاريخ ونضال، يعني الاستقلال ما جاش هكاك بالسهل، يعني نحافظوا على بلادنا. جينا نشاركوا الشعب الجزائري هذه الفرحة من خلال لوحات فنية تمجد الثورة الجزائرية. فلسطين في كل محضر تحضر، فلسطين في القلب. ما نقدروش كيفاش نجوزوا مرور الكرام وما نهدروش على القضية الفلسطينية. مجد وفخر بماضينا وحاضرنا، وعزم على بناء مستقبلنا، رسالة يزفها شباب الجزائر من هذا الركح إلى كل أبناء هذا الوطن. ومن ركح الكازيف إلى الاستوديو للتذكير بأبرز العناوين. تواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة. والجالية الوطنية ببرلين تؤكد أهمية المشاركة في الاستحقاق للمساهمة في مسار البناء. تابعتم أيضا المشاريع التنموية الكبرى، الطريق الاجتنابي لمدينة بومرداس مكسب قاعدي هام، والطريق الاجتنابي المزدوج الرابط بين الوادي وجمار شريان وصل ونبض تنمية. ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي تجربة ناجحة لزراعة عباد الشمس بشلف. وتابعتم من معسكر إنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية قيمة اقتصادية ومردودية فلاحية. حصص ومجمعات سكنية بمختلف السياق تدعم الحظيرة السكنية بولايتي تلمسان والمدية وسط فرحة المستفيدين وارتياحهم. وعلى مشارف الشهر العاشر من حرب الإبادة على غزة، تواصل المجازر الصهيونية المروعة، والتلفزيون يرافق جهود بعثة الأطباء الجزائريين في إنقاذ الأرواح بمستشفيات غزة. ومع نفحات عيد الاستقلال، مسرح الكازيف ينبض مجدا وفخرا بلوحات فنية استعراضية تحاكي محطة خالدة من تاريخ الأمة المجيدة. ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.